تكوين بالتدرج مهني، عندنا التكوين المستمر لفائدة الصناع التقليديين اللي هو في إطار يعني اتفاقيات مع الوزارة ديالنا، واللي مجموعة ديال الصناع اللي خدعوا التكوينات في مراكز ديال المكتب الوطني اللي مكتب التكوين المهني وإنهاء الشغل. فيما يخص يعني العلاقات الخارجية، فأبرمنا عدة اتفاقيات اللي عندها اتفاقيات اللي يعني في هذا الشق ديال التكوين المهني، لأن أبرمنا اتفاقية مع مجموعة مراكز التكوين المهني بجهة بافاريا بألمانيا، واللي عملنا معاهم لمدة 3 سنوات على تقنيات ديال على تعدد محاور فيما يخص يعني التوجيه المهني والتكوين المهني والإدماج في سوق الشغل. وهذه الاتفاقية اللي من خلالها أننا استطعنا أننا نكون عدة مكونين هنا عندنا خلال هذا البرنامج، ونوجه عدة يعني متدرجين ديالنا فيما يخص على حساب المؤهلات ديالهم، على حساب يعني الكفاءات ديالهم في الشعب اللي يمكن انهم يلقاو فيها الذات ديالهم ويلقاو فيها. فيما يخص الاتفاقيات، يعني عندنا اتفاقيه مع الجهه ديال مراكش اسفي، واللي من خلالها يعني الساده الاعضاء ولا الساده الموظفين ديال الغرفه تيخضعوا لتكوينات على يعني عن طريق دار المنتخب. كذلك الجمعيات التعاونيه تخضعوا لهم التكوينات عن طريق هذه الاتفاقيه اللي برمينها مع جهه مراكش اسفي. عندنا واحد المشروع اللي هو يدخل فيما يخص المعارض، اللي هو تنظيم المعرض الدولي للخزف بمدينه اسفي. بطبيعه الحال مدينه اسفي مشهوره على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي بقطاع الخزف. إذن هذه محاور اللي عملنا فيها على صعيد المجلس ديالنا، واللي من خلالها يعني اننا كذلك المرافقه ديال كما قلت لك المرافقه ديال الصناع التقليديين والمواكبه ديالهم، سواء في يعني في التاسيس ديال التعاونيات ديال الجمعيات، يعني الانخراط في تجمعات مهنيه اللي من خلالها اننا يمكن لنا اننا يكون عندنا واحد الهيكله ديال القطاع اللي تكون عندها واحد البعد اخر اللي يمكن اننا نخرطوا في جميع يعني السياسات، سواء الحكوميه كما قلت لك فيما يخص التوجه الجديد ديال الاقتصاد الاجتماعي. عندنا كذلك نظمنا اكثر من على ما اظن اكثر من واحد 80 لقاء تواصلي على صعيد الغرفه ديالنا خلال هذه الفتره 4 سنوات، اللي لقاء التواصلية سواء فيما يخص القوانين اللي تتصدر جديده اللي تخص يعني التعاونيات، تخص كذلك البرنامج ديال المقاول الذاتي، تخص كذلك الشارة الوطنيه، تخص كذلك كل ما هو له ارتباط يعني بالقطاع ديال الصناعه التقليديه. نعم استاذ، يعني ما بين هذه الاكراهات والانجازات هناك يعني مجالس تعقد يعني او دورات عاديه واستثنائيه داخل المجلس، وهناك من يوافق او يعارض هذه الانجازات او الاكراهات. يعني كيف يعني تدبرون التوافقات داخل المجلس الوطني؟ كما تتعرفوا في جميع يعني المجالس المنتخبه يعني في الاول تتكون يعني صراعات حول يعني المناصب حول ولكن من بعد خص المصلحه العامه تعلو فوق كل هذه الاعتبارات. طبيعه الحال احنا هذا هو الهاجس اللي كان عندنا، اننا نعملوا في واحد الجو اللي هو جو تشاركي، جو يعني يطبع عليه توافق بين جميع مكونات ديال المجلس ديالنا، وهذا هو اللي عملنا عليه. بطبيعة الحال ما غنقوليش اننا وصلنا فيه 100%، وانما
الاقل واحد 98% انه جميع المقررات ديالنا اننا تندوزهم بالاغلبيه المطلقه. طبيعة الحال هنالك الراي والراي معاكس للراي الاخر، ولكن في اطار الديمقراطيه يعني ندبر يعني المسائل ديال المجلس ديالنا بكل اريحيه وبكل توافق يعني لمده طبيعة الحال نقول لك انه ملي بدينا المجلس ديالنا يعني وحنايا التوافق جاء تدريجي، يمكن نظرا لانه هو لا ضروري ما خلال الاجتماع ديال الجمعيه العامه ضروري غادي يكون انتقاد ديال شخص او شخصين او ما يمكنش انه يكون الاجماع، وانما تناخذوا بالانتقادات واللي فيها اللي هي معقوله تناخذوا بها وتنحاولوا اننا نعملوا عليها. وبطبيعه الحال التوجه ديال المجلس ديالنا سواء المكتب سواء يعني الاعضاء كاملين هو تنشتغلوا في واحد الجو اللي هو تشاركي، وتنتفاعلوا مع جميع المقترحات اللي هي ايجابيه. وبطبيعه الحال لابد من صوت او صوتين انهم يكونوا معارضين، هذه هي الديمقراطيه عاديه. وبطبيعه الحال هناك اصوات يعني ربما هذا سؤال بين قوسين اتحفظ عليه انا شخصيا، يعني يتهمونكم بعدم الاهتمام بالصناعة التقليدي بداخل الجهه، يعني كيف تعلقون على ذلك سيد رئيس؟ سوف اجيبك بسؤال، ما معنى الاهتمام بالصناعة التقليدي؟ يعني الاهتمام ديالو ان يعني توفر لي معارض، يعني توفر لي جو ملائم، يعني يطور صناعته ويطور جيبه ويطور راس المال ديالو. غادي نقول لك واحد القضيه انه الغرفة تتعمل لواحد 8-9 معارض في السنة، يمكن الغرفة الوحيدة في المغرب اللي تعمل أكبر عدد من المعارض. هذا فيما يخص يعني الترويج وإنعاش المنتوج ديال الصناعة التقليدية. بطبيعة الحال تنديروا واحد الفرصة للصانع التقليدي أنه يبرز يعني المنتوجات ديالو، وفرصة كذلك للبيع والتواصل. كاين المعارض اللي الصناع ما تيبيعوش فيها، وانما تيتلاقاو مع يعني زبناء اللي تيشتغلوا معاهم مستقبلا. فيما يخص المواكبه ديال الصناع، حنا غير خصنا نكرسوا لواحد التوجه اخر انه الصانع التقليدي خصو يدق الابواب ديال المؤسسات اللي كتمثلو. حنا هذه مؤسسات تتمثل حنا بفضل يعني الصانع التقليدي باش حنا متواجدين هنايا. اذا هذا الصانع التقليدي خصو هو يطلق الابواب ديال المؤسسات اللي تتمثلو. اليوم انني ملي تنحتاج ورقه في الجماعه راه تمشي للجماعه، ماشي الجماعه تجي عندي. اذا كذلك انه الصانع التقليدي خصو يبدل، وهذا هو يعني هذه هي المساله اللي تنشتغلوا عليها، انه الصانع التقليدي يهتم بالمؤسسات اللي كتمثلو ويجي يتحاور معها ويجي يبدي الراي ديالو فيها ويجي يعني يتواصل معها على اساس. حنا بطبيعه الحال تنحاولوا اننا نتواصلوا، ولكن انت تعرف العدد الكبير ديال الصناع التقليدي ما يمكنش غادي جميع الصناع غادي يكونوا على عين بما يروج داخل الغرفه او بماذا نعمل او بماذا، وانما فئه اللي هي تشتغل مع الغرفة هي اللي تكون دائما على اطلاع مستمر. حنا تنحاولوا اننا نبحثوا على صناع اخرين انهم يجوا، واسواق اخرى بطبيعة الحال فيما يخص يعني المعارض. انا لا اظن انه اي صانع طرق الباب ديال الادارة ديالنا، اننا ما بالعكس هنالك الصناع اللي تنصيفطوهم معارض على برا، اما على معارض على مستوى الوطني فيما يخص التكوينات كذلك اننا تنعيط على عدد اكبر من الصناع باش هذاك. من طبيعه الحال الصانع التقليدي حتى هو عنده اكراهات، يمكن ما يمكنش يخلي المحل ديالو ولا شي حاجه باش يجي يحضر معك واحد اللقاء، باش يجي يحضر معك واحد التكوين، عنده حتى هو اكراهات اللي هي اكراهات هذاك يعني تناخذوا بعين الاعتبار ديالها على اساسها. ولكن يعني تنواكبوا الصناع انهم تنحتهم على انهم ياسوا تعاونيات، ياسوا جمعيات. هاد السنه في اطار المبادره الوطنيه انه 9 الملفات اللي دفعتهم الغرفه عن طريق الغرفه و
تعطاهم التمويل في اطار المبادره الوطنيه سواء في مراكش، هذو في مراكش كاين، في اسفي كاين، في الصويره، يعني اللي طرق الابواب ديالنا حنا حتى القانون يعني مأطرنا في اطار الغرفه عندها الدور الاستشاري. نعم طبيعة حال الدستور في الفصل 9 ديالو تيقول بانه الغرف هي تدافع عن المصالح الاجتماعيه والاقتصاديه للمنتسبين اليها، ولكن القانون اللي تنظم الغرفه هي عندها الدور الاستشاري، ما عندهاش الدور التقريري اللي تتقرر في بعض المسائل الاخرى، وانما هذا الدور الاستشاري تنبغوا اننا نستثمروا استثمار ايجابي لفائده الصناع التقليديين. نعم سيد رئيس ارتباطنا.